ويخضع 64 من الأسرى الأوكرانيين المفرج عنهم لفحوصات طبية في مستشفى عسكري بالعاصمة كييف. مراسلو قناة يو اي تي في التقوا شقيق أحد المفرج عنهم الذي اختطفه رجال مجهول الهوية في مارس 2018 وحكم عليه المسلحون الروس بالسجن 12 سنة. كلنا بشر، كل واحد منا ارتكب أخطاء، ومن الجيد أن يتجه الإنسان إلى الله لطلب المغفرة. أملي الوحيد هو أن يعم السلام في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم.